تزعلش هات رجعنا لك يا استاذ علي. يا استاذ علي يا استاذ عبد الناصر مع حضرتك رجعنا لك. اتفضل يا علي لو في جديد. الجديد انه الاستاذ مصطفى منصور لسه حالا واصل مقر الخيمه الانتخابيه. استقبلوا انصار استقبال كبير جدا الاستاذ عبد الناصر وتابعناه في بث مباشر عبر صفحتنا كره بلدنا. كان المشهد عباره عن احتفال ما بين وما بين الاستاذ احمد مصطفى منصور ان هم خلاص ضمنوا انه النجاح. كمان قبل لحظات انه الاستاذ مصطفى منصور غادر الكابتن هشام نصر الخيمه الانتخابيه. يعني احنا كنا شايفينه بيغادر الخيمه وبعدها بدقائق على طول دخل الاستاذ مصطفى منصور. في هنا ازدحام جدا حوالين الخيمه الانتخابيه وحوالين اللجنه العليا للانتخابات. المستشار رئيس اللجنه بيطالب كل قفل الناس باخلاء الخيمه وحاليا في زحمه كبيره جدا حوالين الانتخابات على اللي حصل مع مرتضى منصور. رئيس اللجنه اوقف الفرز احتجاجا على الفرحه اللي حصلت من انصار مرتضى منصور. يا علي يعني جاءني الان ان رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات اوقف الفرز مع دخول الاستاذ مرتضى منصور للخيمه. يعني الافراح والزغاريت والاحضان. فرئيس اللجنه المشرفه اوقف عمليه الفرز فورا. فبرضه هنتاكد من مراسلنا علي شهاده بس طبعا الشبكه عندهم سيئه جدا واكيد الشحن بيفصل منه. يعني الله يكون في عون الراجل من طبعا احنا داخلين دلوقتي معاكم هوا فاكتر من 5 ساعات. يا استاذ علي بقول لك رئيس اللجنه اوقف الفرز بعد ما شاف الافراح حوالين مرتضى منصور. استقبلوا انصار الاستاذ عبد الناصر استقبال كبير جدا. استقبال بشكل احتفالية مش استقبال لمرشح من المرشحين. كمان كان هتف الاستاذ امير مرتضى منصور هاجم فيها اللجنة الثانية او القائمة الثانية واللي بيمولوهم. يعني هم قالوا كده في كفاتهم يعني علشان كده في كان زي رحيل قبل ما يدخل الاستاذ مرتضى منصور راح على الاستاذ هشام نصر حالا. دلوقتي مش متواجدين في الخيمه حوالين الخيمه يعني غير انصار الاستاذ مصطفى منصور وكل قائمته ما عدا اللي هو هدهود لسه ما حضرش. هو حابب يطمن بس لانه كان في زي تنافس شديد ما بينهم. حتى الان ما زال التنافس ما بين على منصب قائم نائب الرئيس وعلى منصب امين الصندوق. بقول لك هل اوقف رئيس اللجنه الفرز احتجاجا على الحكومه؟ يا فندم هو دلوقتي وقف الفرز حتى يعني وقف عمليه مراجعه الفرز مش الفرز لانه الفرز انتهى. هو موقف عمليه مراجعه الفرز واعلان النتيجه لحين خروج الناس كلها من الخيمه الانتخابيه. في ازدحام شديد جدا والامن بيحاول يطلع الناس علشان كده هو وقف الفرز لانه مش عارفين يشتغلوا في ظل الزحمه الشديده اللي موجوده حوالين الخيمه الانتخابيه يعني. طيب خلينا ناخد منك كده مرتضى منصور كده يقترب من منصب الرئيس. هنفضل نقول يقترب الى ان يتم الاعلان الرسمي لان احنا صحيح. بنقول مؤشرات غير رسميه. منصب النائب اخباره ايه؟ منصب النائب الصراع ما زال علشان بقول لحضرتك اللي هو هدهود ما جاش لحد دلوقتي عشان في صراع بس هشام نصر مشي. هشام نصر مشي بس اللي هو هدهود ما حضرش. هما الاثنين بيشتغلوا مع اللي هو هدهود اتنين في الطريق او نايم. ايه المشكله يعني؟ انا بقول لحضرتك هو لسه يعني بعد الفرق وبعد اللي حصل وبعد اللي تابعناه لسه المنافسه شغاله. المنصب الوحيد في الثلاثه الكبار اللي ما زال يعلق عليه في منصب فوق السن كمان تحت السن بتحسم شيئا فشيئا او رويدا رويدا لصالح قائمه الكابتن الاستاذ مصطفى منصور. يعني انت كده بتتكلم بفوق السن مين بالاسماء؟ فوق السن في الاسماء قلنا احمد مصطفى منصور قلنا الكابتن جمال عبد الحميد. كمان بنتكلم هنا عن ابتعاد شويه ابتعد خلاص تماما الاستاذ مصطفى سيف العماري. هو اللي بس يقترب منهم الكابتن هشام ياكل واخد نسبه اصوات عاليه وتقريبا داخل في الستة او السبعة اللي هم فوق السن. بنتكلم في الدكتور مصطفى عبد الخالق عبد الله جورج. دي الاسماء اللي بتنافس حتى الان زي انتخابات 2017 في الامتار الاخيره قفلت على امانه الصندوق على اسمين. امانه الصندوق امانه الصندوق تاني نعم امانه الصندوق تاني هل فيها جديد؟ امانه الصندوق التفوق حاليا للكابتن خالد. انا قلت لحضرتك كان في تفوق في الاول على للكابتن الاستاذ هاني شكري دلوقتي اتقلبت الايه. وانا قلت لحضرتك انه الصناديق
الجديده هتقلب كافه الانتخابات لصالح قائمه الاستاذ مرتضى منصور. طيب تحت السد بس كده. لكنها حتى الان لم تحسم احتراما للقضاء يا فندم. مش هنعرف نقول ان دي نتيجه رسميه غير لما هم يعلنوا. عشان كده بقول لحضرتك دي كلها نتائج مؤشرات نهائيه مش اوليه، لانه خلاص خلينا في دقائق وهيتم الاعلان. طب خلينا نعلن. اكتب يا استاذ اسلام، خلينا نعلن المؤشرات الاوليه على مسؤوليتنا. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. المناصب التي حسمت من خلال المؤشرات الاوليه لكره بلدنا، مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. خالد لطيف امينا للصندوق. تمام. خالد لطيف امينا للصندوق. العضويه فوق السن. احمد مرتضى منصور تاكد نجاحه. كمال عبد الحميد تاكد نجاحه. صحيح. عندنا هشام يكن تأكد نجاحه. صحيح. ويدخل في المنافسة. اسألوا على يدخل في المنافسة مصطفى عبد الخالق. يدخل في المنافسة مصطفى عبد الخالق وعبد الله جورج. ماشي. ومريم نصحي أخبارها إيه؟ ومن بعيد كمان الاستاذ مصطفى سيف العمال لسه الفرصه ما انتهتش، بس هو خلاص ابتعد شويه عن المنافسه في منصب فوق السن. ومريم نصحي في قائمه الاستاذ مرتضى منصور. طبعا انا بقول لحضرتك القائمه كلها اللي فوق السن اقتربوا خلاص من حسم الاسماء، لكن الاسماء اللي هي لسه بتنافس مصطفى عبد الخالق، عبد الله جورج، كمان عندنا الكابتن هشام يكن، دي من قائمه الكابتن احمد سليمان، الثلاث اسماء اللي ما زالوا متواجدين حتى الان. طيب وتحت السن انت بتقول كده احمد دعبس وبسد. احمد دعبس حاليا رقم واحد. الاستاذ سوني رقم اثنين. والاستاذ بسد رقم ثلاثة. والثلاثة دول تقريبا طلبوا من حسم الموضوع. لا وجود للكابتن الاستاذ احمد هاني زاده، لا وجود له تماما. محمد طارق يعني. ومحمد طارق ابتعد بعد فرز الانتخابات يا فندم حاضر. وابتعد محمد طارق بعد فرز الصناديق الجديده يا استاذ عبد الله. طيب عندنا بس مقعد. انا كمان ايه؟ اشكرك. انا كمان.